سلام من الله عليكم متابعي قناة هل تعلم؟ بحلول الستينيات من القرن الماضي لم تكن فكرة أن طائرة نفاثة يمكنها الإقلاع والهبوط عمودياً مجرد فكرة خيالية. تحرير الطائرات من الحاجة إلى المدارج أصبح ممكناً، وتلك كانت بداية الثورة في عالم تطوير الطائرات. بينما كان البريطانيون يطورون أول طائرة حربية نفاثة بإقلاع عمودي، شرعت ألمانيا في تطوير طائرة أكثر طموحاً. إنها أول طائرة نقل بإقلاع عمودي في العالم، وهي الطائرة التي تجمع بين السرعة ومدى الطيران وقوة رفع أكبر من تلك المستعملة في طائرات الهليكوبتر في ذلك الوقت. إنها طائرة من شأنها أن تحدث ثورة في سلاح الجو الألماني، آلة متعددة الاستخدامات حقاً، ويمكنها كتابة فصل جديد في تاريخ النقل الجوي، لكن تطوير المشروع كان محفوفاً بالتحديات الفنية والتقنية. عرف هذا النوع من الطائرات بطائرة VTOL، وهو اختصار للجملة الإنجليزية Vertical Take Off and Landing، والتي تعني الإقلاع والهبوط العمودي. وقد كان مشروع طائرة دورني ديو 31 الألمانية واحداً من أصعب التحديات في تاريخ الطيران. بدون حركة أمامية لا يمكن لأجنحة الطائرة أن تولد أي قوة رفع، وهذا يعني أن طائرة دورني ديو 31 النفاثة يجب أن تعتمد بالكامل على محركاتها لتحلق في الهواء، وذلك من خلال توجيه الدفع نحو الأسفل. لكن توليد قوة كافية للانطلاق عمودياً ليس سوى جزء من التحدي، حيث يجب أن يحافظ الدفع النفاث أيضاً على استقرار الطائرة وتوجيهها، لأنه أثناء التحليق لن تتمكن الأجنحة التقليدية من التحكم في الطائرة، لأنها ستكون ثابتة في الهواء ولا تتحرك نحو الأمام. استخدم المهندسون في البداية محركات نفاثة موجهة نحو الأسفل لرفع الطائرة، ومحركاً نفاثاً في الخلف وظيفته دفعها نحو الأمام. وفي مخطط آخر تم تصميم محرك واحد يمكنه القيام بالوظيفتين. أما المخطط الثالث فكان يهدف إلى الجمع بين نفاثات الرفع إضافة إلى محرك النفاث يعمل على الدفع والتوجيه في نفس الوقت. كانت تلك مجموعة من التحديات الهندسية، وبحلول الستينيات بدأت العديد من الدول بتطوير طائرات VTOL، لأن تحرير الطائرات من المدارج كان أمراً مهماً وقادراً على إحداث الكثير من الفروقات. خلال الحرب العالمية الثانية كانت الطائرة قادرة على الإقلاع من الحقول والمروج العشبية، وهي مناطق يستحيل تدميرها، كما أن الطائرات كانت بحاجة إلى عشرات الأمتار للإقلاع. لكن بعد ذلك ببضعة سنوات تغير كل شيء، لأن الطائرات النفاثة احتاجت إلى مئات الأمتار للإقلاع، واحتاجت أيضاً لمدرج من الخرسانة. ذلك خلق ثغرة استراتيجية مهمة في المجال العسكري، وأصبحت مدارج الطائرات هي الهدف الأول لأي جيش. تدمير مدارج الطائرات يعني تعطيل الأسطول الجوي للعدو. كانت تلك نقطة ضعف واضحة أمام الاتحاد السوفيتي، خاصة بما أن الأراضي الألمانية كانت أصغر حجماً، حيث كانت معظم القواعد الجوية للألمان متواجدة على بعد بضع مئات الكيلومترات من القواعد السوفيتية، وذلك جعل قصفها سهلاً. لكن طائرات VTOL يمكنها الاستغناء عن المدارج، ولذلك كانت هذه التقنية مهمة جداً بالنسبة لألمانيا. إنها طائرات يمكنها الهبوط بعيداً عن القواعد العسكرية، ويمكن إخفاؤها في الغابات، ويمكنها أيضاً أن تتحرك داخل المدن وتقلع من أي مكان. في عام 1960 شرعت ألمانيا في تطوير تشكيل متكامل من طائرات VTOL، بداية من المقاتلات النفاثة التي تتميز بسرعة تفوق سرعة الصوت، ووصولاً إلى الطائرات المزودة بمحركات نفاثة على أجنحتها. لكن أهم مشروع في ذلك الوقت كان مشروع دورني ديو 31، وهي طائرة مخصصة للنقل، هدفها نقل الإمدادات المادية والبشرية إلى ساحة الوغى. وفي عام 1992 تم تكليف شركة صناعة الطائرات الألمانية الغربية دورني بتطوير تلك الطائرة. كان الحصول على طائرة تقلع عمودياً أمراً صعباً للغاية. ستحتاج الطائرة أيضاً إلى رفع عدة أطنان من الإمدادات العسكرية، ولذلك سيحتاج المهندسون إلى تطوير كل شيء بدءاً من أنظمة التحكم في الطيران وصولاً إلى المحرك والنظام الرقمي للطائرة. هذه هي طائرة دورني ديو 31، وهي نفاثة النقل العمودية الوحيدة في العالم. باستخدام القوة المشتركة من اثنين من المحركات التوربينية ذات الدفع الأمامي وثمان نفاثات رفع في طرفي الجناحين، يمكن أن تحصل الطائرة على قوة رفع مذهلة
تبلغ 33 ألف كيلوغرام. إنها قوة رفع أكبر من التي تملكها أي طائرة هيليكوبتر في العالم. ومن أجل الحفاظ على استقرار الطائرة، طور المهندسون نظاماً رقمياً متقدماً للتحكم في الطيران وتوجيهه، وذلك عن طريق نظام استشعار تناظري يمكنه تحديد وضع الطائرة في الهواء والمحافظة على توازنها. وعند انطلاق الطائرة نحو الأمام سيتم إيقاف محركات الرفع، وبذلك تطير الطائرة مثل أي طائرة تقليدية، تصل سرعتها إلى أكثر من 700 كيلومتر في الساعة، وهي تحمل 36 جندياً كامل التجهيز أو ما يقرب من 6 أطنان من الإمدادات. إنها مزيج غير مسبوق من السرعة ومدى الطيران البعيد وقدرة الرفع. لكن تطوير أول طائرة من صنف VTOL في العالم كان محفوفاً بالتحديات، حيث استغرق تطوير تقنيات طائرة دورني ديو 31 حوالي 5 سنوات كاملة. لكن بحلول عام 1967 كانت الثقة في الطائرة تتزايد، وسرعان ما أثبتت الرحلات التجريبية أن مشروع طائرات النقل العمودية النفاثة يمكن أن ينجح. ومع استمرار تطوير الطائرة، رأى البعض أن تقنيات الرفع النفاث العمودي ستحدث ثورة في مجال الطيران التجاري أيضاً، خاصة وأن هذه الطائرات ستقلع في المستقبل من منصات ذات مساحة صغيرة مثل تلك التي تقلع منها طائرات الهليكوبتر، وربما ستقلع من أسطح المباني أيضاً. لكن العالم كان عليه الانتظار قليلاً قبل استعمال هذه الطائرة. مع اقتراب نهاية الستينيات، وصلت الحرب الباردة إلى مرحلة جديدة. أصبح نشوب حرب عسكرية احتمالاً ضئيلاً، وهذا يعني أن تطوير طائرات VTOL لم يعد من أولويات الجيش الألماني، كما أن التجارب أثبتت بأن إقلاع طائرة نفاثة وهبوطها عمودياً يمثل تحدياً صعباً وخطورة أكبر بكثير مما كان المهندسون يتوقعونه. بحلول عام 1968 كان من الواضح أن طائرات VTOL الألمانية لن تحقق أهدافها، ومع ارتفاع تكاليف التطوير تم إلغاء البرنامج، وهذا وضع مستقبل ديو 31 موضع شك. كانت ألمانيا بحاجة إلى شريك للمساعدة في تحمل تكاليف التطوير. ورغم نجاح الشركة المطورة في جذب انتباه الجيش الأمريكي ووكالة الفضاء الأمريكية، إلا أن الشراكات لم تتحقق أبداً. كما لقيت مشاريع طائرات VTOL التي عملت عليها بلدان أخرى نفس المصير أيضاً. ومن بين أبرز الأسباب التي دفعت المهندسين إلى التخلي عن مشاريع طائرات VTOL هو عدم جدوى هذه الطائرة على أرض الواقع. فطائرة ديو 31 مثلاً كانت تتميز بقدرة رفع هائلة، لكن أغلب الوزن الذي سترفعه هو وزن الطائرة نفسها، خاصة وأنها مزودة بثمان محركات نفاثة من أجل نجاح عملية الإقلاع العمودي فقط، أي أن الطائرة رغم قوتها إلا أنها ثقيلة للغاية، وذلك يقلل من وزن الحمولة كثيراً. إضافة إلى ذلك، فإن الضوضاء الناتجة عن محركات الطائرة تجعلها غير صالحة لأي استعمالات مدنية في المستقبل. حاولت شركة دوغني إثارة إعجاب الجماهير في معرض باريس الجوي عام 1969، حيث حلقت طائرتها جنباً إلى جنب مع طائرة بريطانية في عرض جوي منسق. لكن جاذبية الطائرة الألمانية بدأت تتلاشى، ولم تحظى إلا بالقليل من الاهتمام. وبدون وجود شركاء لتمويل المشروع، وجدت ألمانيا نفسها مضطرة لإلغائه، وتم التوقف عن تطويره رسمياً عام 1970. لم يتم التخلي عن مشروع طائرة نقل الإمدادات فحسب، بل إن الطائرة المقاتلة لقيت نفس المصير أيضاً. كما توقفت جميع البلدان عن تطوير طائرات VTOL بعد ذلك بسبب عدم القدرة على التغلب على التحديات الهندسية الصعبة والقيود التكنولوجية التي تجعل تلك المشاريع فعالة على أرض الواقع. كان مشروع طائرة دورني ديو 31 يعد بالجمع بين السرعة ومدى الطيران والقوة، لكن ذلك المشروع لم ينجح، مثله مثل العديد من المشاريع العسكرية التي تم التخلي عنها. فقبل عقود من الزمن مثلاً، كان المهندسون اليابانيون يسعون لحل بعض المشاكل عن طريق تطوير غواصة قادرة على حمل الطائرات، وهو المشروع الذي تم التخلي عنه أيضاً لعدم فعاليته. إن عجبكم موضوع اليوم من قناة هل تعلم، فلا تبخلوا بالإعجاب والاشتراك. يمكنكم أيضاً متابعة فيديوهاتنا السابقة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم.